يصح للنساء أن يصلوا جماعة. وناو جمامينه يدور نمدو قليم أي جماعة. تصلي واحدة منهن هي الإمام. then كاي أتشيلكم جي بيدو إمام. لكن تقف في الصف الأول لا تتقدم كالرجال. لكني أكوين إن ما ذاكم أي ماما نومدو تشور ميله. جينا لاين أتشيل. تصلي بهم الصلاة كاملة. بس أو يعني تلو نجي ليمو كبيلي. فأنتن الآن إذا اجتمع النساء مثلا في بيت لهم أن يصلوا جماعة، لماذا يصلوا منفردين؟ وحتى يتعلم من لا يعرف يصلي. يا إدارة نكبر كابون كاكوروني وتيما تك مودو ليم جماعة كاكا ويدو كولي موتا مودو نات موكيا بنوني